مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. احنا يا جماعة وضحنا مبارح ماذا فعل عماد ويليام مع حالة الاختفاء اللي اسمها فبرونيا اسحاق بسطة 20 سنة. هو كتب بوست عن حالة اختفاء، وكالعادة الكل بيشير من عنده او هو بيشير في جروبات كتيرة جدا وصفحات كتيرة جدا، والدنيا بتتقلب علشان هو كتب بوست عن حالة اختفاء او اختطاف كما يدعي. المهم فبرونيا ما طلعتش اسمها اصلا فبرونيا، طلع اسمها ميرنا، وطلعت كدبت عماد ويليام، وكشفنا ده في الحلقة اللي فاتت، وطلعت بس مباشر وقالت له انت ازاي تستغل صورتي وتغير اسمي وتكتب ان انا مخطوفة وانا قاعدة في بيتي والدنيا كلها اتقلبت عليا وحالتي النفسية بقت وحشة جدا، وانت ازاي تعمل فيا كده. وكلمته مكالمة يا جماعة علشان يعتذر، وبالفعل نزل بيان اعتذار عن هذه الحالة. لكن اعتذار ايه؟ اعتذار ايه يا جماعة؟ البوست كان بيقول عاجل الان خطف البنات اختفاء فبرونيا اسحاق بسطة 20 سنة من المنيب محافظة الجيزة، طالبة بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، اختفت اول امس الاربعاء 10/7 الساعة 7 مساء اثناء ذهابها لشراء مستلزمات لاسرتها، وتم غلق موبايلها، وحتى الان تم اتصال والدتها بي منذ لحظات. يعني عماد ويليام بيوهم الرأي العام ان بيتواصل مع أسرة فبرونيا، يعني فبرك قصة، وبيوهم الناس ان هو بيتصل بأهلها وهم اللي بيتحايلوا عليه عشان يكتب بوست عنده عشان البنت ترجع بقى يعمل فيها بطل في الآخر. يا جماعة ايه اللي احنا بنسمعه ده؟ وكتب ايه؟ لتصعيد الامر للسادة المسؤولين ولنيافة الانبس أودوسيوس أسقف الجيزة والاستغاثة بهم حتى تعود ابنتهم الغائبة منذ يومين، مع العلم ان والدها متوفي ولها اخت صغرى 17 سنة والرب قادر عماد ويليام. وطبعا كل حالة بيكتبها عنده في صفحته او بيحط الصورة لازم يعمل اللوجو بتاعه ويكتب اسمه عماد ويليام. فالناس هو طبعا مسح البوست الاصلي، لكن الجروبات كانت بتاخد كوبي من عنده وتحط كل البوست كما هو كوبي بس في الجروبات. هو مسح الاصلي عنده لكن الناس كانت مشيره كوبي يا جماعه. طيب ده كان اسمه جروب مسيحي قبطي مسيحيه قبطيه من 3 ايام. اهو الحاله هو نزل بيان اعتذار، والبيان الاعتذار وحده لا يكفي يا جماعه، لان انت قلت تواصلت مع الاسره بتاعتها وطلعت ابوها متوفي، وطلعت كمان اتقفل تليفونها ازاي، وعملت قصه من وحي خيالك. ايه يا جماعه اللي احنا فيه ده؟ كل ده طلع كدب في كدب. تخيلوا القصة من أولها لآخرها كدب في كدب. تخيلوا إن البنت طلعت منهارة إزاي، طلعت منهارة وتقول حرام عليكم اللي حصل لي ده. وفي شائعات كتيرة بقى طلعت، هي اختفت إزاي ولا مشت مع مين ولا راحت فين ولا جت منين. يا جماعة يا جماعة الحاجات دي، يعني ده يعتبر نشر أخبار كاذبة، ويعتبر كمان عمل فتنة، يعني عمل أكبر فتنة ونشر أخبار كاذبة. ده حاجات يحاسب عليها القانون، احنا مش ناقصين. اكون ميرنا، انا صاحبة البوست اللي انتشر على الفيسبوك والناس كلها بتتكلم عنه، انه انا انخطفت من المنيب وكنت نازله اشتري شويه حاجات لاهلي وقفلت تليفوني والدنيا دي كلها. عايز اقول لكم مفيش من الكلام ده حصل، وانا ولا اتخطفت ولا اسمي فبرونيا ولا عايشه في المنيب اصلا. وانا نمت صحيت لقيت الصوره دي منتشره وكل الناس واخدها شير وكده. طبعا انا كنتش عارفه مين المصدر اللي نزل البوست ده الاولاني وكده، اكتشفت بعدين انه هو واحد اسمه عماد ويليام. فانا يعني اللي هو ازاي وكده، وانا صححت المعلومه قلت يا جماعه لا انا مخطوفه، انا مش مخطوفه، واتمنى تمسح البوست. كنت عايزه الموضوع يمشي كده بهدوء وسلاسه وامان. يعني انا دلوقتي اصلا والدي انا تعبان وبيروح يكشف ويعمل تحاليل، وهو مش قد الاشاعات ولا قد الترندات اللي احنا بياخدها، لان انا اصلا والدي تعبان من كل ده. فازاي ان هو في ناس بترن عليه تقول له هي بنتك فين، هي بنتك هربت، هي مش عارف ايه. يعني انا مش بتاذوا عيله، انتوا بتاذوا اسره. انا دلوقتي انا كان حياتي كلها كانت حلوه وردي، فجاه لقيت يوم وليله الدنيا سودة. انا من الصبح بالليل عماله اتكلم مع الناس واقول لهم انه ده مش صح، انا ما اتخطفتش، انا مش عارف ايه. بكره اكتشفت اللي اسمه عماد ويليام، شخص مش محترم وشخص
مش كويس. واول حاجه هو بينزل صور اصلا لبنات على اساس ان هي مسيحيه, وبينزل بنات على اساس ان هي كمان مخطوفه. البنات دي ولا مسيحيه ولا مخطوفه, ودي كان صور بنات تانية عاديه. وبيعمل قلق للاسر المسيحيه, بيعمل مشاكل للاهالي. انا دلوقتي انا اتحطيت في مشكله انا مش ذنب فيها. فكره ان انت تغير فيديو او انت فكره ان انت تغير بوست او انت فكره بتغير اسم وتحط صوره حد والموضوع هيعدي, الموضوع ده مش هيعدي وانا مش هعديه لك. لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي انا مش هعديه لك. مش هو بس اللي نزل الفيديو ده او اللي هو نزل البوست ده, لا نزل لناس ثانيه وحاجات تانية كتير. وعايز اقول حاجه كمان, انه حد من يعني المتابعين بتوعي هو اللي اتدخل في الامر وتواصل معي على اساس ان هو قريب. تمام, المشكله مش في دي كلها. قال له بتاع كان الاسلوب المكالمه نفسه ما كانش احسن حاجه, وهو متصور لي الفيديو ده لانه صور المكالمه وكان بيتكلم باسلوب مش حلو. بيقول شفته بقى ان هو اهو بيعترف بالخطا. انا هسالك سؤال, ما انا هقول لك على حاجه, احنا هنحلها ازاي؟ حضرتك المنشور اتحذف اصلا من امبارح. بما انه المنشور محذوف من امبارح, تمام, دي اول كذبه. يلا بينا نكمل بس المكالمه. هو يا باشا المنشور اتحذف, 30,000 واحد خدوا سكرين من عند حضرتك ونزلوه. ما هو انت استنى اسمعني بس بعد اذنك. مفيش بالراحه بس كده, مفيش سكرين. هات لي سكرين من عندي وبعتهولي, هتلاقي مفيش حاجه. لو انا جبت لك سكرين من عندك, لو انا جبت لك سكرين من عندك هتنزل انت بوست وتفهم فيه الناس ان الكلام اللي حصل ده. المستمعين بيقولوا لي في البوست اتحذف من امبارح برغم ان هو واخد سكرين اصلا من تاني يوم اللي هو 1 داي. تمام, مش شايفين. خلينا نكمل المكالمه. حضرتك لما انت نزلت البوست انتشر على الواسع. تمام, البنت حرفيا نفسيتها متدمره بسبب بوست ملوش 30 لازمه. حضرتك عارف تاثير السوشيال ميديا على النفسيه بتبقى عامله ازاي. فانا طالب منك طلب. سامعني؟ ايوه انا اعتبرني زي ابنك او زي اخوك الصغير. طالب منك طلب صغير, معلش. تنزل بوست توضح فيه ان الصور دي مش هي, يعني ان الحوار ده فيك اصلا, عشان زي ما الحوار انتشر من عند حضرتك يتلم من عند حضرتك برضه. طب لما اعمل كده حضرتك الاوساخ اللي كتبوا وقالوا ان انا بكتب اخبار كاذبه ومش كاذبه, شايفين ان هو اهم حاجه نفسي. ركزوا جدا لانه هو لازم يتحاسب. اوكي, خلينا نكمل. هيقولوا شفتوا بقى ان هو اهو بيعترف بالخطا. انا هسالك سؤال, يعترف ما انا هقول لك على حاجه, احنا هنحلها ازاي؟ حضرتك المنشور اتحذف اصلا من امبارح. انا المفروض النهارده كان ورايا شغل واشوف شغلي. انا مش عارفه انزل وانا نزلت اشوف شغلي. الناس بتتاذي. اتمنى تركزوا كويس في اي بوست انتوا بتنزلوه. وعايز اقول لكم مفيش اصلا شخصيه فيبرونيا دي اصلا, ولا هي من ولا عندها 20 سنه ولا من الكليه, لان انا اصلا واحده ما كملتش تعليمي. انا وقفت تعليمي سنتين وقلت هكمل السنه دي. تمام, تاني حاجه انا عايزه للناس اللي هي عادي جدا بجد يا جماعه, محدش يصدق اي بوست, لان انا اللي بقول لكم كده لان انا اتحطيت في نفس الموقف ده. محدش يصدق اي بوست بينزل طالما مفيش ولا رقم تليفون ولا حتى الاهالي الشخصيه دي بتنزل وتتكلم. تصدقوا الموضوع انه فعلا ابنك او البنت دي اتخطفت وتعملوا عليها شير, تلاقي لما الاب والام يطلعوا منهارين وبيعيطوا تصدقوا انه ده كده البوست مبسوط منه. غير كده عشان ما تاذوش الناس اكتر ما هي مأذية. تمام, عايز اشكركم ان انتوا سمعتوا الفيديو لاخر مره, وانا اسفه. فانا ابويا مش مستحمل, بابايا انا مش مستحمل كل الاشاعات ده ولا الكلام ده. فرجوع محبه, خلي بالكم انتوا بتاذوا ناس, بتاذوا عيله, بتاذوا اسر بالاسلوب ده. فرجوع محبه, حاولوا لموا الموضوع اكتر من كده. انا اسفه لو منفعله, فصدقوني غصب عني. ده الكارثه الاكبر. تعالوا بقى نشوف عمل ايه تاني. بعد حالة فيبرونيا اسحاق الناس اكتشفت بلاوي تاني. بعدها بيوم على طول او في نفس اليوم قال ان في 2 حالات مخطوفين وحط اساميهم وصورهم. الغريب والعجيب ان الاتنين واخدهم من جروبات تعارف زواج, واخدهم من انستجرام. بيلم الصور دي منين ما احنا ما نعرفش. بيجيب صور يا جماعة من أشخاص أصلا مش مسيحيين وبيقول عليهم إنهم اتخطفوا. مين بقى اللي اكتشف هذا الأمر؟ الناشط القبطي رامي كامل كتب على صفحته بوست مهم جدا جدا, وكشف خداع عماد ويليام. إزاي بقى كشف خداعه وتضليله وكذبه؟ تعالوا نشوف. أنا دلوقتي من داخل صفحة رامي كامل. تعالوا نشوف البوست اللي كتبه. ناخد الأول الحالة التانية أهي. بيقول أنا مش عارف عماد ويليام بيعمل كده ليه, ده فيديو لطريقته في ضرب الحالات, اصطناع بطولة وهمية. هو بيصطنع بطولة ان هو اللي بيرجع الحالات, ان هو الوحيد اللي بيكتب على السوشيال ميديا, ان هو الوحيد اللي بيتواصل مع الاهالي. ففي حاجة غامضة في الموضوع يا جماعة. هو بقى يعني سبوبة, هو بقى يعني مش عارفة اقولها لكم ازاي. هو اللي بقى خلاص اللي ماسك الحاجات دي خلاص. ففي حاجة بتحصل مش مفهومة. طب ليه بتكتب معلومات خاطئة؟ ليه بتورط الناس؟ ليه بتعمل فتنه؟ ليه بتحط صور بنات اصلا مش مخطوفه وبتاخدها من جروبات تعارف؟ ده اللي بيحصل ده مهزله مسخره. اللي بيحصل ده مهزله ومسخره, احنا عمرنا ما شفنا كده. وكل ده عشان ايه؟
يبقى بصطنع بطولات بقى وهميه، ببين بقى للراي العام انا اللي برجع وانا اللي بجيب وانا اللي بعمل، وصفحتي كلها بتتكلم عن الحالات دي، طول الصفحه الحاجات دي. كتب ايه بقى؟ الامر ببساطه اننا بنبحث عن صوره المختفيه المزعومه، لاننا كحقوقيين بنوثق الحالات اول باول، بنلاقي المنظر ده قدام حضراتكم في الفيديوهات، ده مثال لحالات كتيره قوي عماد بيصطنع بيها بطوله وهميه هي مش موجوده في الواقع. التوثيق ده بيكشف مين بيشتغل ومين بيهبد، ومحدش له اي مصلحه ان حد بيخدم بيتهاجم، بس السؤال اللي بنطرحه هو ليه بيعمل كده؟ الاجابه عنده. تعالوا نشوف بقى هو وثق الموضوع ده ازاي. بصوا بقى يا جماعه، هو كان كاتب بوست وحطت صوره البنات، فالنشط القبطي رامي كامل جاب عمل ايه بقى في الصوره سيرش، وبحث عن هذه الصوره لقاها في موقع تعارف يا جماعه، موقع تعارف، والبنات دي مش مسيحيه اصلا. فنخلي بالنا يا جماعه، يعني الخداع بقى كبير جدا والموضوع زاد عن حده ولابد من وقفه، فما ينفعش الكلام ده. يعني ايه تجيب صور بنات وهميه وتقول عليها ان هم مخطوفين؟ يعني انا كده بعمل بلبله كمان وبعمل فتنه وبنشر اخبار كاذبه. اللي بيحصل ده كتير لو سمحتم، يعني ما ينفعش كده، ولو سمحتم ما تشيروش من عند اي حد لما تتاكدوا الاول انه مصدر موثوق، زي في صحفيين اصلا مهتمين بالحاجات دي، زي مثلا موقع الاقباط المتحدون عندكم، الصحفي نادر شكري بيكتب اول باول عن حاله اي حاله اختفاء. اي حد يا جماعه عنده مصداقيه وانتوا واثقين فيه اعملوا شير، غير كده لا. احنا كلنا اصلا بنتكلم وبنهتم على اي حد بيكون عنده حاله اختفاء، ويعني في حالات كتيره بيقول عليها مخطوفين ومش عارفه الامن متواطئ والامن مش عارفه وايه، دول بيثيروا فتنه. هو انت لسه عرفت حاجه؟ ده اسكان الامن اللي رجع الحالات كتيره جدا، الامن بيرجع حالات كتيره جدا. تعالوا نشوف بقى كمان. انا اكتشفت كمان كارثه، كان في حلقه كانوا هيعملها باسم سام مع مجدي تدرس عن حاله اختفاء، برضو كاتبين اختطاف وحاجات اسلامه جبريه. تعال اشوف لكم من وثق من جوه صفحه مجدي تدرس عشان اكتشفت كارثه كبيره قوي. تعالوا نشوف. انا دلوقتي من داخل صفحه مجدي تدرس، بصوا انا هنزل اهو تحت اهو، بصوا اهو يا جماعه، كان كاتب ايه بقى؟ دي عنوان الحلقه، عاجل اختفاء المسيحيه جوليانا عايد عصابات الاسلامه الجبريه في مصر، وحاطين صورتها، وتقريبا دي صورتها بالحجاب وفي واحد جنبها، معرفش بقى ده اللي خطفها ولا ده اللي هيقولوا عليها ايه. المهم ان هم ما عملوش الحلقه. بصوا نضغط كده على الرابط، بصوا تم ازاله هذا الفيديو من قبل القائم بالتحميل. اصلا الحلقه ما اتعملتش يا جماعه، هم بيكتبوا زي الحلقات بتاعت العرض الاول كده، يعني ايه بيعملوا صوره وبيعملوا عنوان وبيعملوا بعاد ميعاد للنشر الحلقه، لكن انا جيت اشوف ميعاد نشر حلقه عشان اتفرج بقى واشوف هيقولوا ايه، ما عملوهاش اصلا، وعملوا الحلقه بتاعه الرد على الانبا غاصن في نفس الميعاد الحلقه دي، وهو ما طلعش مجد تدرس وعمل الحلقه دي. يا ترى البت رجعت ولا الموضوع وهمي ومفيش الكلام ده خالص؟ يا ترى بقى عملتوش الحلقه ليه؟ طب لو هي رجعت ما كتبتوش ليه ان هي رجعت، وما كتبتوش ليه خبر عنها زي كل مره وتعملوه الليله؟ ها، هل هي برضو خبر مفبرك؟ ليه ما عملتوش الحلقة عليها وانتوا حاطين صورتها اهي؟ ولا الاهل بقى اكتشفوا انكم مش عايزين يطلعوا معاكم؟ انا الله اعلم بقى ايه اللي حصل في الموضوع ده. فنخلي بالنا يا جماعة، في ناس بتتاجر بهذه القضايا، في ناس بعينها واخدين الملف ده للمتاجرة بيكم وبقضاياكم، وكمان ايه بقى؟ وكمان ايه؟ سبوبة بالنسبة لهم، انتوا بالنسبة لهم يعني بيلموا فلوس من وراكم، وكل شوية نغمة الخطف الخطف الخطف، وكل شوية نغمة ان الامن بيعذب، الامن متواطئ، الامن، وهم نفسهم بيشكروا الامن في نفس الحلقة. احنا نشكر الامن على رجوعهم، على رجوع الحالات اللي هم بيقولوا عليها انها مخطوفة وتعذبت ومش عارفة وايه، وهم اللي بيرجعوها للامن فيضرب ويلاقي في الحلقة. فخلي بالكم يا جماعة الناس دي. اوثق تاني موضوع ندى صبحي يا جماعة اللي استغلوها وهي مريضة نفسيا، مجدي تدرس سجل معاها مكالمة وبعدين عشان يعملوا حلقه ويتجروا بهذه القضيه عشان يقولوا حاجه واحده بس، ان الامن جردها من ملابسها، وكاتبين كده في العنوان وهو الامن اللي رجعها. شوفوا الناس دي بتعمل ايه. والاستاذ سامح اخو ندى صبحي طلع بنفسه وكتب بوست وكتب
انه ان هو استغل موضوع اخته المريضه نفسيا. وانا بتساءل اصلا واحده مريضه نفسيا هتاخده بشهادتها ازاي؟ عشان تعرفوا ان الناس دي بتلعب بالبيضه والحجر، دي ما يهمهاش الا مصلحتها. شهروا بالبنت واخوها قال شهرتوا بيها وكل كلامكم كذب وتدليس، وراح مجدي تدرس قال ايه ده انت الامن هو اللي قايل لك تقول كده. طب ما البوست شاله اهو، يبقى انتوا بلد ضغطوا عليه يشيله ولا ايه؟ مين بقى اللي خلاه يشيله؟ يبقى انت يا مجدي تدرس بلد ضغط عليه يشيله مش الامن بقى ساعتها. ما لو كان مضغوط من الامن ما كانش هيشيل البوست. عشان تعرفوا ان انتوا كدابين تتنفسوا كدب. انتوا ربنا هيوقعكم وقعه سودا ان شاء الله، لان اللي بيفتري على الناس وبيستغل الناس وبيستغل القضايا ربنا هيوقعه في شر اعماله. كده انا خلصت حلقه النهارده، اكتبوا لي بقى في التعليقات شايفين الموضوع ده ازاي يا جماعه، شايفين الاستغلال ده ازاي. احنا مش عايزين حد يضحك عليكم، مش عايزين حد يتاجر بقضاياكم. لو في اي حاله اختفاء الاب والام يكتبوا على السوشيال ميديا، كلنا هنتعاون وكلنا هنكتب هاشتاجات وكلنا هنعمل مطالبه بالرجوع. لكن ما تروحوش للناس تستغلكم، اصحوا كده واعرفوا ان دي ناس بتتاجر بالقضايا. وخلي بالكم الناس دي اصلا قاعده بره مصر وبيهاجموا الامن، دول اللي هيرجعوا الحالات. قول ناس بيوهموكم، الاتنين هربانين اصلا من مصر. فخلي بالكم يا جماعه، خلي بالكم دول بيضحكوا عليكم وبيقولوا لكم ان احنا اللي بنرجع واحنا اللي بنعمل واحنا عندنا منظمه واحنا بنعرف نتكلم واحنا من بره. كل ده وهم، كل ده وهم نصب من الاخر. كده انا خلصت حلقه النهارده، تحياتي واشوفكم في حاجه جديده. كان معكم نيفين جيركس.